السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الأخوان، هذه مصيدة ذبابة الفاكهة، تحطون فيها الفرمون داخل الماي وتصيد ذبابة الفاكهة داخل. طبعا هاي النايمين برا إنه ظلام، ظلمات الدنيا بعدهم ما دشوا. شوفون داخلها في ذبابة الفاكهة ميتة، الحمد لله. قبل كان ينترس لين النص كل ذبابة الفاكهة، بس الحين الصيف يا عدمهم. الغريب في الموضوع السرعوف هذا، او اللي يسمونه فرس النبي. شوفوا وين جالس عند المدخل، كأنه يعرف ان ذبابة الفاكهة بتدخل داخل، جالس على المدخل ينتظرهم عشان يزخهم، انه هو يزخهم وياكلهم. حاول نقرب. طبعا هذا صديق للمزارعين لانه يقضي على الآفات وعلى الحشرات. شوف ذبابة الفاكهة من قريب، طبعا بخلص من التصوير بصقعهم بالنعال. وحياكم.